مساء الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ دكتور باسم، جراح تجميل، بكمل معكم بالسلسلة عن الحفاظ على الشباب الدائم. قارنوا اللي رح أذكره أو أرفقه مع المعلومات بالشان الأولى، دكتور دوت باسم سليمان. هاي دكتور باسم سليمان، ما فيها دوت بعد دي آر. هناك عم بحكي عن الزمر الدموي، اللي عم بحكي هلأ اجمعوا مع حداك، رح تشوف كتير فائدة. هلأ التغذية المقاومة للهرم أو التغذية المقاومة للشيخوخة، الباحثين كتير مجمعين على أنه إنقاص الوارد السعرات الحرارية دون الوصول إلى سوء التغذية أو تحديد السعرات الحرارية ضمن نظام غذائي مثالي هو العامل الرئيسي في هذا المجال. خفض السعرات دون الوصول لسوء التغذية، من الناحية العملية يبدو منطقيا أن خفض وارد السعرات الحرارية بمقدار 30% وتحسين نوعية المواد الغذائية التي نتناولها يمكننا من الوصول إلى شباب دائم بالمجمل، ويمكن الوصول إلى ذلك بعدة طرق. عم بحكي ببعضه في حلقات ممكن تنزل بالإنجليش عن نفس الشيء، تقلل السكريات في صورة إن شاء الله أقدر أدور عليها وشوفها. يعني سيدة بال50 من عمرها، تبدو تقريبا بعمر أواخر العشرينات تقريبا أو أوائل الثلاثينات، كانت ممتنعة عن السكر تقريبا لعمر لمدة تقريبا 15 ل20 سنة، تبدو فتية. على الطرق تمر من خلال الرقابة على كمية ونوعية الطعام المتناول، كمية أقل من الأغذية الغنية بالسعرات الحرارية، الدسم ومنتجات محلات بشدة، تنميع وتوازن الوارد الغذائي دون تفضيل أو استبعاد نوع معين من الغذاء ودون المبالغة في أنواع أخرى. قارنوا مع الزمر، وتحديد كمية الشحوم الحيوانية، الإقلال من الأغذية عالية القدرة على الأكسدة مثل بعض الزيوت متعددة الإشباع غير المقاومة، زيت عباد الشمس، زيت الجوز. احترام مبادئ التوازن الغذائي الكبيرة بالنسبة للسكريات والدسم والبروتينات، هاي قد تختلف من شخص للتاني. قارنوا، راجعوا بحث الزمر الدموية بقناتي الثانية. اهتمام بالأغذية ذات النوعية العالية وخاصة البروتينات ذات القيمة البيولوجية المرتفعة والزيوت المعصورة دون استخدام الحرارة والطعام غير المبالغ في طهوه، وذلك باستخدام البخار من أفضل أنواع الزيوت، زيت الزيتون. في عنا نوع ببلادنا بنعمل معصور على البارد، بيكون هذا أحسنه. تحديد السعرات الحرارية ضمن غذاء صحي متوازن، يعتمد هذا الإجراء على القواعد الغذائية المذكورة سابقا، إضافة إلى اختيار مدروس وشخصي للوارد الغذائي يناسب الحالة الخاصة لكل شخص من الأشخاص، أخذا بعين الاعتبار عامل وراثي وظروف الحياة والبيئة والاحتياجات الشخصية. إنه يحتاج بعد استقصاء سريري وغذائي إلى إضافة مكملات غذائية وخاصة مضادات الأكسدة أنتي أوكسيدانت للوقاية من الشدة المؤكسدة. تابعوا، راجعوا القناة كمان، برجع القناة الثانية إلي الأولى دكتور دوت باسم سليمان، شوفوا فيها كيف تختاروا مضادات الأكسدة طبعا لزمرتكم الدموية. العديد من الدراسات التي لم تنتهي بعد، ومنها دراسة SU في ماكس، تحاول أن تحدد طبيعة وكمية هذه السعرات الحرارية المستهلكة. طبعا فيما يتعلق بالمكملات الغذائية، يجب أن نعرف أن التوازن الغذائي لدى المسنين غير متحقق في معظم الأحيان، إما بسبب نقص الوارد، عدم الرغبة بالطبخ بسبب الشعور بالوحدة أو الاكتئاب، أو ضعف المواد الاقتصادية أو تناول الطعام الجماعي المعد لعدد كبير من الناس، أو لأسباب استقلابية، مشاكل بالفم أو الأسنان أو الجهاز الهضمي أو سوء الامتصاص، مشاكل بسوء الامتصاص أو تناول مزمن ومديد لبعض الأدوية أو الإدمان على الكحول والدخان. الإدمان على الكحول بيخلي كتير نقص بامتصاص الفيتامينز، مشاكل بالكبد، سوء الامتصاص، مشاكل سوء الامتصاص في بعض الأمراض، حكيت عنها فيديو بالقناة الثانية كمان تابعوه، اللي هي القناة الأولى بالنسبة إلي، كمان عن الأمراض اللي بتصير، معظم الأمراض بالكولون مثلا وسوء الامتصاص بصير عادة على مستوى يبدأ من المعدة للكولون. حكيت عن داء كرون وقيمة العمر المفضل له والمناطق المفضلها، التهاب الكولون القرحي نفس الشيء. في أمراض تانية، داء سيلياك ديزيز، عدم تحمل الجلوتين، بيبدأ بعمر أكبر أقل سوري بعمر الطفولة، فلازم ننتبه عليه. هلا بالتالي يمكن اللجوء إلى مكملات مختلفة.
الوارد من البروتين غالبا ما يكون ناقصا، فالبروتينات الحيوانية اللحم والجبن تكون أحيانا غالية. عادة البروتينات النباتية اللي قلت عنها حكيت عنها بفيديو هلا نزل قبل شوي عن الزمر الدموية وعلاقة سرطانات الثدي، خصوصا سرطان الثدي وخصوصا عند الفئات A والفئات AB، وفائدة فول الصويا وجب وحليب الصويا وجبنة الصويا التوفو. أما مصادر البروتينات أخرى كالجبن فهي تحوي كمية كبيرة من الدسم المشبعة، وأصبح استهلاكها قليلا بشكل عفوي. أما البيض فله سمعة سيئة غير صحيحة تتعلق باحتوائه على كمية كبيرة من الكوليسترول. هذا الكلام كثير صح، والأسماك لا يحبها الجميع وهي غير متوفرة في كل الأماكن. هلا بالنسبة للشحوم، والمقصود بها الشحوم والزيوت النباتية ذات النوعية الغذائية العالية، ولكنها لا تستخدم دائما بطرق صحيحة، إما بسبب سعرها أو لعدم التوعية باستخدامها الصحيح. الوضع المثالي هو الحد من استهلاك الزيوت المتعددة الإشباع التي تتأكسد بسهولة، زيت عباد الشمس وزيت الجوز، والابتعاد عن الزيوت والشحوم المطبوخة والمستخدمة للقلي، والحصول يوميا على الحموض الدسمة القليلة المتوفرة في الغذاء والضرورية للجسم. حمض الأوليك والسكوالين الموجودين في زيت الزيتون، هلا حكيت عن زيت الزيتون، وأحيانا كبسولتان من زيت كبد الحوت الصغير، هاي حكينا قبل سابقا عن زيت كبد الحوت وزيت كبد السمك، وراجعوا زمركم شو بيفيدكم منه. حمض الألفا لينوليك الموجود في زيت الصويا والجوز. الحموض الدسمة الأوميجا 3 المتوفرة في أسماك البحار الباردة، السلمون، الأسكمري، والرنكة. عادة حتى كيف بدنا نحكي، حتى الحيوانات عادة بالمناطق الباردة بيكون كمية عندها كمية من الدهون، دهون بالجسم. مثلا الجمل عنده بسنامه بيأكسد الدهون ليتحول لمي ليتحمل الصحراء. نفس الشيء انت لما بتلبس معاطف سميكه للوقايه من البرد، الحيوانات او حتى الدهن للناس اللي بيكون عندهم دهن بشكل مثل عازل. حتى الاسماك بالمياه البارده بتكون دهنيه لتساعدها في الجو البارد. ينصح باستخدامها عند الاشخاص، عم نحكي عن الاوميجا 3 وما شابه ذلك، عند الاشخاص ذوي الاستعداد للاصابه بالامراض القلبيه الوعائيه ومرض السكري. احيانا الحمض الدسم هومو جاما لينو ليك على شكل زيوت كمان ممكن نحكي عنه لاحقا. عدم تناول كميات كافية من الألياف التي نجدها في الحبوب الكاملة، الخضار، الخبز، التفاح، وهذا بدوره يؤدي إلى الإمساك والتهاب القولون التي تعالج بالمسهلات التي تؤدي بحد ذاتها لزيادة حالة سوء امتصاص المعوي. حكيت عنه كمان، انتبهوا عنه، راجعوا القناة الأولى. إذا كنا نقترح على الأشخاص الذين يتقدمون بالعمر وصحتهم جيدة لا توجد لديهم أمراض معروفة أن يجروا تحاليل تتعلق بتوازنهم الغذائي، فإننا سنفاجأ بوجود العوز التالي: فيتامين سي، وهو أول ضحايا الحفظ السيء للأطعمة وتحضيرها. ونحن نعرف جيدا آثار نقص هذا الفيتامين على اندماج الجروح وعلى آليات دفاع الجسم المناعية وعلى صحة الجسم بشكل عام. ونعرف كذلك أن الأشخاص الذين لديهم تركيز منخفض من الفيتامين سي في دمهم هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطانات. مجموعة فيتامينات بي المركبة، حيث ينتج عوزها عن نقص الوارد أو عن إصابات هضمية مزمنة. يسبب عوز الفيتامينات B1 وB5 وB6 التعب والاكتئاب، ويسبب عوز الفيتامينات B12 وحمض الفوليك حدوث فقر دم إضافة إلى التعب والاكتئاب. الفيتامين A والكاروتين التي تلعب دورا في آليات الدفاع المناعي والحماية من الجذور الحرة والوقاية من مشاكل البصر. وكما هو الأمر بالنسبة للفيتامين C، فإن العديد من الدراسات تقترح وجود دور واقع من السرطانات. بالمجمل راجعوا القناة الأولى، قبل شوي حكيت عن الموضوع وحكيت أنه تأثير بعض المكملات الغذائية على السرطان وأمتى بيفيد وأمتى لا، وهي ترى هل بيأثر فيتامين إي على الوقاية من سرطان الثدي، وإضافة لفيتامين ألف أي
والبيتا كاروتين، راجعوا القناه للجواب عنها. الفيتامين د ضروري، ضروري للاستقلاب جدا للعظام وربما التوازن المناعي. حكيت شوي عن فيتامين د، مكمل بالسلسله لاحقا. صرح احد الاطباء في من مؤسسه روتشيلد في باريس أنه رغم عدم وجود قراءة واضحة فإن المسنين معرضين أكثر من غيرهم عادة، هم عادة أشخاص معتمدون على الآخرين أو مقيمين في دور العجزة أو الناس معزولون يعيشون في وحدة ولا يخرجون إلا نادرا، وتغذيتهم غالبا ما تكون غير متوازنة بسبب العزلة. نعتقد أنه يجب إضافة الفيتامين د روتينيا بعد سن 70 وذلك خلال أشهر الشتاء على الأقل بالنسبة للأشخاص القادرين على الحركة والخروج. تابعوا الفيديوهات اللي حكيت عن فيتامين د بالقناة الأولى. السيليسيوم الذي أصبح اليوم معروف دوره أكثر باستقلاب العظام بشكل أفضل وخاصة في الوقاية من الأمراض العظمية والمفصلية ومن هشاشة العظام. هلا بنجي لحماية جسمنا باستخدام مضادات الأكسدة، مضادات الأكسدة مثل السيلينيوم، الأحماض الأمينية، الكبريتي، فيتامين إي، أستيل كوانزيم إي، حمض ألفا ليبوئيك، الكولين، الليستين ومواد أخرى. نباتات مختلفة مثل الجينكو بيلوبا، كل هذه المواد تكافح أو تساعد على لجم الشدة المؤكسدة. إن العوامل التي تحرض أو تذكي نار هذه الشدة تزداد مع ازدياد العمر وضياع مرونة الأنسجة. ضياع مرونة الأنسجة له دور، وجود بؤر التهابية إنتانية وإصابات عضوية مختلفة، يعني إصابات بأجهزة الجسم المختلفة، الأمراض التحسسية، اضطرابات المناعة الذاتية، الأمراض المزمنة، كل هذه العوامل تزيد حاجة الجسم للمواد الواقية من الأكسدة. وكما رأينا فإن المعادن تتدخل من خلال المشاركة في عمل الأجهزة الإنزيمية المضادة للجذور الحرة. من بين المعادن يعتبر الزنك، كمان زنك حكينا عنه بشكل مبسط وقت اللي حكينا عن كورونا، وانا نزلت سلسلة الفيديوهات السابقة كفيتامين د وسلسلة الزمر وعلاقة الزمرة الدموية بتحمل الجسم او بمقاومة الجسم للفيروسات وزيادة المناعة. حكينا عن الزنك. من بين المعادن يعتبر الزنك الأكثر أهمية، يكون تركيزه ضمن الخلايا الحمراء منخفضا عادة. إن تعويض الزنك يرفع تركيز التيمولين والهرمونات التناسلية. التيمولين حكينا عن بعد عمر محدد في غدة تقع خلفة القص اسمها التايموس، هاي كمان بتضمر بعد عمر محدد. إضافة إلى دوره عدد كبير من الإنزيمات التي تدخل في جهاز الدفاع المناعي والوقاية من الجذور الحرة، كما أن رفع الزنك يفيد في ترميم الجسم والتئام الجروح وتحسين حيوية الكثير من الأنسجة ومن ضمنها الجلد والبروستات. قلنا في أنواع الأكزيما في مراهم بتجي بكون فيها زنك، بتخفف حتى في فصل الشتاء وقت بتجف الأيدي بصير بسموه أشب. كمان هو أول بدايات جفاف الجلد، هو أول بدايات يسموه شكل من أشكال الأكزيما، له دور في الزنك كتير. سبب عوز الزنك التهاب المنتحمة الشيخي. عوز الحديد ليس نادرا عند النساء اللواتي عانينا من طمس غزير لمدة طويلة، وعند الأشخاص الذين لديهم مشكلات في الجهاز الهضمي وبالتالي في امتصاص الأغذية. عوز السيلينيوم يشاهد في الحالات المتطورة من الأمراض الالتهابية المزمنة وعند المصابين بالسرطان والأمراض القلبية الوعائية. التوازن الجيد في الوارد الغذائي من المغنيسيوم والكالسيوم وكذلك الوارد من المعادن الأخرى يجب التأكد منه عن طريق الفحص السريري وبالتحاليل المخبرية التي تسمح بتشخيص العوز الحقيقي. إضافة للعوز الجزئي للعديد من المواد التي يمكن أن تؤثر جديا على الصحة وتزيد ضعف الجسم الذي أصبح أقل مقاومة بفعل عامل السم. توجد مواد أخرى نباتية أو عضوية تعمل بشكل نوعي كمضادات أكسدة تقليدية وتقوم بحمايتنا من هجوم الجذور الحرة وتؤخر الهرم. رح نحكي عنها لاحقا. انتهي هون، رح نحكي عن شيء شيق إذا بدكم تعرفوا تابعوا الفيديو اللي رح ينزل لاحقا عن هذا الموضوع. عم بربط هالقناة، هي تعزيز لفكرة القناة الأولى. إن عجبكم الفيديو
اعملوا لايك، اشتركوا بالقناة، اتقيدوا بتوصياتي، هو ما بس تشتركوا، تابعوا الفيديوهات، بتشوفوا نصائح حلوة كتير. بس الجرس اذا كنتم ما اشتركتوا بعد، وشاركوا الفيديو مع غيركم. اهلا وسهلا فيكم.